قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه بهجة قلوب الأبرار، قال الحديث 59 عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة أنها قالت: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع مع أهل البيت، رواه الترمذي. هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وجاء أيضا حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعا، والحديث حسن بمجموع طرقه، الحديث حسن بمجموع طرقه، وعائشة رضي الله تعالى عنها ترفعه. ومعنى مرفوعا، تعرفون ما معنى مرفوعا؟ أي أنها رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليست عائشة رضي الله عنها هي التي قالت مرفوعا، وإنما الراوي عن عائشة، الراوي عن عائشة رضي الله تعالى عنها هو الذي قال مرفوعا. لماذا؟ لأنه غير متأكد، لأنه غير متأكد من صيغة رفع عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا شك الراوي هل قالت سمعت رسول الله، أو قالت قال رسول الله، أو قالت مثلا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ فالراوي عن عائشة إذا شك في صيغة الرفع، في رفع الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكتفي بأن يقول مرفوعا. مرفوعا معناه أي أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرفوع هو ما يرفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرفوع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف هو قول الصحابي. إذا كان من قول الصحابي يقال له موقوف، إذا كان من قول الصحابي يقال له موقوف، وإذا كان من قول التابعي يقال له مقطوع. إذن عندنا ثلاث صيغ مهمة. المرفوع هو ما كان يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقال هذا حديث مرفوع، أي إلى النبي، أي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الموقوف هو ما كان من قول الصحابي، قال عمر رضي الله عنه يقال هذا صحيح موقوف، أو هذا ضعيف، لأنه الموقوف أيضا قد يكون صحيح قد يكون ضعيف، المقطوع أيضا قد يكون صحيح قد يكون ضعيف، ينظر إلى سنده إلى التابعي، فإذا صح إلى التابعي يقال ماذا؟ يقال مقطوع. المقطوع هو كلام التابعي، والموقوف هو كلام الصحابي، والمرفوع هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ هناك مقطوع وهناك منقطع. المقطوع هو من صيغ أو من صفات المتن، عندما نقول حديث
أو أثر مقطوع، ماذا تفهم؟ أنه من كلام التابعين. أثر مقطوع يعني من كلام التابعين. لكن لو قلت أثر منقطع، هذا من صفات ماذا؟ من صفات الأسانيد. فالسند هو المنقطع، والمنقطع هو سقوط راو أو أكثر من الإسناد. سقوط راو أو أكثر من الإسناد يقال له منقطع. ولذلك فرق بين قول أهل الحديث وأهل الشأن إذا قالوا هذا إسناد منقطع أو قالوا هذا صحيح مقطوع. قد بعض الناس يقول كيف صحيح مقطوع؟ نعم، صحيح مقطوع يعني أنه إلى التابع صحيح، لأن مقطوع هذه من صفات المتن ليست من صفات الأسانيد. المنقطع هو من صفات ماذا؟ الأسانيد. ولذلك لا تستشكل إذا سمعت صحيح مقطوع، لكن تستشكل إذا سمعت إيش؟ صحيح منقطع. هذا صحيح منقطع ما يكون، صحيح منقطع هذا ما يكون أبدا، لكن صحيح مقطوع صحيح نعم يكون، لأنه يكون على التابع. ولذلك جاء عند أبي داود في السنن أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى له كلام قال قف حيث وقف القوم فإنهم على علم، وقف لما سئل عن القدر، لما سئل عن القدر أجاب بجواب قال قف حيث وقف القوم فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وكلام كثير. قال الشيخ الألباني رحمه الله على هذا الأثر وهو صحيح مقطوع. فجاء بعض المعلقين الجهال قالوا كيف صحيح مقطوع، لأنهم توهموا أنه منقطع، فبدأوا يعني، وهذا من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. الذي يتكلم في غير فنه، لو شخص ما هو نجار يتكلم في النجارة لجاء بكلام النجار يضحك منه، والحداد أيضا، وأي شخص ما يتكلم في فنه ويعرف فنه فإنه يضحك عليه ويقال أنت تقول كلام لا قيمة له. نعم، إذن هذا الحديث بمجموع طرقه حديث حسن. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى يقول هذا الحديث، يقول هذا حديث مشتمل على الأمور القادحة في الشهادة. الشهادة، شخص يريد أن يشهد لك. القاضي يقول لك أنا لابد أن أعرف هل هذا الشاهد شهادته صحيحة أو لا. فإذا هناك أمور تقدح في الشاهد، والقدح في الشاهد قدح في الشهادة. ولذلك العلماء لماذا قالوا الطعن في الصحابة طعن في الدين؟ لماذا؟ لأن الطعن في المرسل طعن في المرسل. الطعن في المرسل. من هو المرسل؟ المرسل هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسله، قال بلغوا عني. فالطعن فيهم طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الله. ولذلك أبو زرع الرازي رحمه الله ماذا قال؟ قال يريدون أن يطعن، قال إذا رأيت أحدا يطعن في أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك لأن القرآن حق والسنة حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة منهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يريدون أن يطعنوا شهودنا على الكتاب والسنة منهم الصحابة. الآن نحن نقول عن عائشة رضي الله عنها، عن أبي هريرة، عن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، عن حفصة، عن رضي الله عنها. هل تستطيع أن تنمي حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن تذكر الصحابي؟ هذا منقطع. إذا كان تقول عن فلان عن رسول الله وما تذكر صحابي هذا منقطع، لأن هذا إسقاط واحد أو أكثر من سلسلة الرواة. إذن يريدون أن يطعنوا شهودنا، والطعن فيهم أولى وهم زنادقة.
حتى تعرفوا لماذا يريدون يطعنون، لماذا طعنوا في أبي هريرة حتى يسقطون 1000 حديث. أبو هريرة رضي الله عنه روى أكثر من 1000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الصحابة لا يعاديهم إلا من يعادي الدين. كل من عاد الصحابة هو يعادي الدين. أي صحابي يطعن فيه اعلم أن هذا الشخص إما جاهل فيعلم، وإما صاحب هوى يريد الطعن في الدين. الطعن في الصحابة طعن في الدين. ولذلك من أعظم الجرائم ومن أعظم المخازي أن تلوث لسانك، حاشاكم جميعا، أن تلوث لسانك بالقدح في الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين جعلهم الله عز وجل هداة لهذا الدين لتبليغ دعوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فالطعن فيهم طعن في الدين. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى قال أرادوا أن يطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فما استطاعوا، ما وجدوا لذلك سبيلا، فقالوا دعونا نطعن في أصحابه ثم نقول هو رجل سوء، لو كان صالحا لكان أصحابه صالحين. شفتم كيف؟ هم يريدون الطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنك أنت تعرف بأصحابك. عن المرء لا تسل وأبصر قرينه إن القرين بالمقارن يقتدي. أنا أعرفك لما أرى أصحابك. ولذلك كان أحمد يقال له فلان دخل علينا ونحن لا نعرف، قال انظروا من يصارب، انظروا من يجالس، انظروا من يخادم، انظروا عند من ينزل، لأن الإنسان يعرف بمن أصحابه. لأن الصاحب إيش؟ الصاحب ساحب. لأن الصاحب ساحب. نعم. إذن هنا هذا الحديث متعلق بالشهادة، بالشهادة والشهود. وهذا من حسن ترتيب هذا الإمام رحمه الله تعالى، لما ذكر الحديث الذي قبله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، تكلم عن الدعوة. قلنا هناك دعوة وهناك إقرار وهناك شهادة، تذكرون؟ وهذه الشهادة، والشهادة إيش؟ ما قلنا الشهادة تذكر؟ ما تضيفه لغيرك على غيرك. الشهادة ما أحد يشهد لنفسه، تشهد لغيرك على غيره، تشهد لغيرك على غيره. يقول الشيخ هذا الحديث أو هذا حديث مشتمل على الأمور القادحة في الشهادة، وذلك أن الله أمر بإشهاد العدول المرئيين. طيب انتبهوا هنا، كيف أعرف هذا شاهد مرضي؟ هل أن يأتينا شخص نحن ما نعرفه، هل يجوز لك شرعا أن تمدح شخصا لا تعرفه؟ يجوز؟ لا يجوز. ما يجوز أن تمدح شخص ما تعرفه. لماذا؟ لأن هذا كذب، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ما أدري كيف أنا أقول فلان ثقة وطيب وصالح ثم يقال لك تعرفه؟ أنا والله ما أعرف. عمر رضي الله عنه لما قال جاء إليه رجل فقال فلان كذا وبدأ يمدح، قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال لا تمدحه، لا تمدحه. لماذا قيل للسفر سفر؟ قيل لأن السفر يسفر عن وجوه الناس. تعرف الإنسان في السفر، لأن السفر فيه لأواء، السفر فيه لأواء وفيه تعب، فيها قطعة من العذاب، يحرم الإنسان من نومه ومن فراشه، فيه عذاب. بعض الناس طيب طيب لكن في السفر يختلف، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأنه تغير حاله، ما يصبر. يا أخي اصبر، الله مع الصابرين. لا يا أخي كذا، ويبدأ يسب. والله تقول هذا ليس الذي أعرفه. إذن السفر يسفر عن وجوه الناس، ولذلك قيل له سفر. قيل هذا من معاني. إذن لا بد أن تعرف. قال ها إن الله قال هذا الحديث مشتمل على الأمور القادحة في الشهادة، وذلك أن الله أمر بإشهاد العدول المرضيين.
كيف أعرف أنه هذا مرضي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جاءكم ممن ترضون خلقه أو دينه وخلقه فزوجوه. إذن لابد أن تنظر إلى دين الشخص وإلى خلقه. قد يكون صاحب دين لكن ما عنده خلق، وقد يكون عنده خلق لكن ما عنده دين، صح ولا لا؟ ما ترون هذا؟ هناك بعض الكفار عندهم أخلاق طيبة، صح ولا لا؟ ما عنده دين. وهناك أناس عندهم دين أعوذ بالله لكن عنده فظاظة. الله عز وجل ماذا قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه آية عظيمة والله. الله عز وجل يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه الوحي، يذكره بسبب التفاف الناس حوله. لماذا اجتمع الناس حولك يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: لأنك طيب الخلق. لأنك طيب الخلق. لو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، حتى لو كان عندك الكتاب والسنة، حتى لو كنت عالم، حتى لو كنت شيخ، حتى لو كنت تحفظ القرآن وتحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقك سيئة، لم اجتمع الناس عليك. ولذلك هذه الآية السيوطي رحمه الله يقول من أعظم الآيات الدالة على أهمية الأخلاق، أهمية الأخلاق. والأنبياء ذو أخلاق عظيمة قبل البعثة، فكيف بعد البعثة؟ قبل البعثة ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصادق الأمين، وكلهم يحبونه، ما في أحد ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما اختلفوا الحجر الأسود، تعرفون الحجر الأسود الذي بالكعبة، هذا الحجر نزل من الجنة، أشد بياضا من اللبن، سودته خطايا المشركين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية خطايا بني آدم، لكن المقصود بها الشرك. هذا الحجر الأسود لما الكعبة يعني انهدمت، اختلفوا من الذي يحملها إلى مكانها، فكل قبيلة تريد أن تتشرف بذلك. هؤلاء يقولون: نحن حتى كادوا أن يتناحروا، يتقاتلوا على من يأخذ الحجر. فقالوا: أترضون أن نحكم أول من يدخل من هذا الباب، من باب الحرم؟ فقالوا: قبلنا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ففرحوا جميعا لأنهم يحبونه، لأنهم يحبونه، وكلهم متفقون على أنه صادق أمين صلى الله عليه وسلم. وما كذبوه وما اتهموه وما سبوه إلا لما نزل عليه الوحي بمفارقة آلهتهم وشركهم وكفرهم. فبعد ذلك قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا كاهن. هذه طريقة أعداء الله. طريقة أعداء الله أنهم وأصحابك أيضا، لو أصحابك الآن سيئين وأنت هداك الله مباشرة يقول لك: أنت مجنون، أنت أهبل، أنت مدريش. لكن أول أنت الصديق، أنت الحبيب، أنت الطيب. إذا نهيتهم وأمرتهم، كل من خالفته في هواه فإنه يسبك ويتكلم فيك، لأن الهوى إنما قيل الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه عدم بالله في الإثم، ويهوي بصاحبه في النار كما قال عباس رضي الله عنهما. فالإنسان الذي يحكم هواه هذا ستجده ليس له ميزان، ليس له ميزان. فلذلك لا بد أن تعرف هل هذا الشخص مرضي أو لا. إذا لا بد في الشهادة أن تعرف هذا الشاهد، ولذلك الشاهد يحتاج له إلى تعديل. طيب أنا قلت كلمة، شخص ما تعرفه، هل تمدحه؟ ما يجوز لك أن تمدحه إلا بشيء واحد، أنه مسلم. أنا أذكر قيل لنا أن شخصا جاء لشيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في عنيزة في بلده القصيم، فقال: يا شيخ أريد تزكية منك، أريد تزكية منك. فقال: أنا لا أعرفك، كيف أزكيك؟ أنا لا أعرفك. فقال: لا يا شيخ، أنا يعني إن شاء الله بإذن الله يعني تزكيني. وأنا قال: أنا أزكيك تزكية واحدة، أنك من بني آدم. قال: أزكيك تزكية واحدة، أكتب لك فلان ابن فلان من بني آدم، لأنه هذا أعرفه، أنا أعرف أن هذا من بني آدم.
لذلك يا إخوة في مسألة خطيرة جدا. قد تقولون لماذا تقول خطيرة جدا؟ لأنه ينبني عليها مسألة من المسائل التي فارق فيها أهل الباطل أهل الحق، وهي: هل المسلم الأصل فيه العدالة؟ هل الأصل في المسلم العدالة أو الأصل فيه السلامة؟ الأصل فيه السلامة. مسلم، هذا مسلم، زبير مسلم، هل الأصل فيه أنه عدل؟ لأن العدالة هي شيء زائد عن الإسلام، العدالة هو وصف زائد عن الإسلام، ليس كل مسلم عدل، ليس كل مسلم عدل، لكن كل عدل مسلم. العدل لأن هذه صفة مرتبة أعظم من مرتبة مجرد الإسلام، أن يكون فلان عدل، فلان لا يعرف بفسق، لأن العدالة هي التي لا يعرف بفسق، الذي ما يعرف بفسق هذا يقال له عدل. فالعدالة هي شيء زائد عن الإسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم على هذه المسألة، على مسألة هل الأصل في المسلم العدالة؟ قال: الأصل في الإنسان الظلم والجهالة. ما الدليل على ذلك؟ وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هذا الأصل. لذلك لو جاءنا شخص دخل من هذا الباب ونحن لا نعرفه جميعا، لا نعرفه، فإننا لا يجوز لنا أن يقوم في قلبنا أن هذا رجل سيء أو هذا رجل طيب، حتى نعرف عنه مدحا أو قدحا. إن قدحت فيه قبل أن تعرفه فقد أسأت الظن، وإن مدحته ويعني هذا فقد أيضا غررت نفسك. لكن الأصل بالمسلم أنه سالم من المدح ومن القدح، ولذلك المجهول لا تقبل روايته. هنا مسألة، المجهول فلان عن رجل يجهل، مجهول هذا الرجل من هو، ما يعرف منه، قالوا حديث ضعيف. لماذا؟ لأن هذا الرجل مجهول. لو كان الأصل في المسلم العدالة لقبلت روايته. إذن ليس الأصل في المسلم العدالة، الأصل فيه السلامة. سلامة من ماذا؟ من المدح ومن القدح. لا تمدح ولا تقدح حتى تعرف الشخص، لا تقدح ولا تمدح حتى تعرف الشخص. نعم، لكن الأصل فيه السلامة، ما لا يجوز لك أن تسيء الظن به إلا إذا كان هناك مؤشرات. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن يظن. في ناس بالنظر إليهم تعرف أنه سيء، يعني هذه أيضا، لأن لسان الحال، يقول هناك لسان الحال وهناك لسان المقال. لسان الحال تعرف أنه جيد ولا لا، ولسان أيضا المقال، شخص تكلم تعرف أيضا كلامه أنه جيد ولا لا. طيب اسمعوا لقول الشيخ رحمه الله تعالى، قال: وأهل العلم اشترطوا في الشاهد في الحقوق بين الناس أن يكون عدلا ظاهرا، يعرفه الناس، وذكروا صفات العدالة. هناك صفات للعدالة، أن لا يكون متلبس بفسق، لأن الفسق ضد العدالة، لأن الفسق، والفسق هو ارتكاب الكبيرة، فهذا يقال له فاسق الذي يرتكب الكبيرة، يقال فلان فاسق لأنه ارتكب كبيرة. نعم، قال: وذكروا صفات العدالة، وحدها بعضهم بحد مأخوذ من قول تعالى: ممن ترضون من الشهداء. ليس ترضى أنت لأنه يوافق هواك، بعض الناس يرضى يقول لك فلان أرضى يكون شاهد لي لأنه يوافقه أو لأنه يعني يشهد له، لا، ممن ترضون يعني دينه، رجل عنده دين، رجل يخاف الله، لأن الشاهد قد يشهد زور،
وتعرفون أن من الكبائر شهادة الزور. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال إن من أكبر الكبائر أو لما يعني عد الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، قال وكان متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، كررها حتى قال حتى قلنا صعبة، حتى قلنا ليته سكت. لماذا ليته سكت؟ لأنه لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغضب، ما يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم غضبانا إشفاقا عليه. ليس أنهم لا يريدون يسمعون هذا الكلام، حاشاهم، لأنهم كانوا لا يحبون أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم غضبان، لأنهم يبدونه بأرواحه يحبونه صلى الله عليه وسلم. تعرفون لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم يوما فجثى عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، حتى يعني هدأ النبي صلى الله عليه وسلم وكان غضبان. الرجل الذي قال من أبي؟ فقال أبو كذا، فقام بعضه قال من أبي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب. فبعد ذلك جثى عمر رضي الله عنه وقال رضينا بالله ربا إلى غير ذلك. فكانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبون إغضابه، ولا يحبون إغضابه، لأن إغضاب النبي صلى الله عليه وسلم من إغضاب الله، كما قال صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. نعم. قال فقال إذن فقال كل مرضي عند الناس يطمئنون. مش الناس عموما، لا، الناس المقصود به إيش؟ أهل الخير. قال عند الناس يطمئنون لقولي وشهادته فهو مقبول، وهذا أحسن الحدود، ولا يسع الناس العمل بغيره. لماذا؟ لأن أنتم شهداء الله في أرضه، تعرفون هذا؟ مرت جنازة، انتبهوا يا إخوة، مرت جنازة، تعرفون الجنازة؟ ميت مر من أمام الصحابة، فأثنوا عليها خيرا، يعني على الجنازة أثنوا عليها خيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت، فمرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا، يعني الآن ميت، الميت عندما يحملوه والناس يذكرونه بخير فإن هذا من علامة الخير، من علامة الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الأولى وجبت لها الجنة لأنكم أثنيتم عليها خيرا، وأما الثانية وجبت لها النار. أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كدتم أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار بثنائكم عليهم، كدتم أن تعلموا. يعني الآن الناس إذا أطبقوا جميعا في الثناء على شخص، الغالب لا يجوز لنا أن نشهد له بالجنة، ما يجوز أن نقول أبشر بالجنة، لا، ما الإنسان ما ندري إيش في قلبه وكيف كان، لكن الغالب أنه يكون مرضي، لأن هذا الحديث كدتم هذا دليل على إيش؟ على أنهم قد يثنون ولا يكون كذلك. تذكرون حديث الرجل الذي جرح ثم ما صبر والصحابة كانوا يثنون عليه خيرا فقتل نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم لوحده كان يقول هو في النار وهو ما زال يقاتل. قالوا يا رسول الله ما ترك يعني جمعا من المشركين إلا فرقهم وكذا، قال هو في النار. فقال أحد الصحابة والله لأتبعنه أنظر ماذا يصنع، فجرح ثم ما صبر على جرحه فقتل نفسه، أخذ السيف وضع هنا واتكى عليه وقتل نفسه. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه الحي عليكم بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، عليكم بمن قد مات، الذي مات على الخير هذا اللي تثني عليه وتذكره بخيره، والذي ما زال حي فإنك إذا رأيت منه خير قل نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، ما تدري، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. في رواية فيما يبدو للناس،
أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإلا هو بينه يعني هناك خبيئة، هناك خبيئة وهو لا يعمل هذه الأعمال إلا رياء. نعم، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله تعالى، قال: والأشياء التي تقدح في الشهادة ترجع إلى التهمة أو إلى مظنتها. شخص يتهمونه، شخص يتهمونه، يعني يتهمونه بحق، ليس تهمة باطلة، تهمة حق. يعرفون مجاهر مثلا بفسق، مجاهر بفسق يفعل المعصية علنا، كل أمتي معافى إلا المجاهرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من التهمة، ومتهم في دينه، متهم بفسق، فهذا لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته. قال: والأشياء التي تقدح في الشهادة ترجع إلى التهمة أو إلى مظنتها، مظنة، لأن المظنة تنزل منزلة اليقين، غلبت الظن، هذا المقصود. قال: فمن الناس من لا تقبل شهادته مطلقا على جميع الأمور التي تعتبر فيها الشهادة، كالخائن والخائنة، الخائن والخائنة، والمقصود بالخيانة هنا خيانة يعني الزنا وخيانة يعني الأعراض. نعم. قال: والذي أتى حدا، شخص أتى حدا من حدود الله، يعني جلد في الخمر أو في الزنا أو في غير ذلك، قال: والذي أتى حدا أي معصية كبيرة لم يتب منها، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال: لخيانته وفسقه، مفقود العدالة، مثل هذا ما تقبل شهادته، ما تقبل شهادته، فلا تقبل شهادته. الذي تاب، تاب الله عليه، كما قال سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال: ومن الناس من هو موصوف بالعدالة لكن فيه وصف يخشى أن يميل معه فيشهد بخلاف الحق. إذن هذا الولد وهذا الشاب مثلا سيشهد لوالده، ما يجوز، القاضي يقول له: لا، أنت ما يجوز لك أن تشهد لوالدك، لأن هنا مظنة الحيف، مظنة أن يميل. ولذلك يقول الشيخ: وذلك كالأصول والفروع، والدك ما يشهد لك، أنت ما تشهد لوالدك، أنت ما تشهد لأخيك، ولا تشهد لابنك، وهكذا. لماذا؟ لأن هنا مظنة ميل وحيف. ولذلك قال: ومن الناس من هو موصوف بالعدالة، الأب موصوف بالعدالة لكن فيه وصف يخشى، وهذا يدلنا على كمال هذه الشريعة، أن سد الذرائع، النفس تميل، سيشهد لولده، وقد خوفا على ولدي سيشهد لولدي، فجاء الإسلام يسد هذا الباب. لا تقبل شهادتك لولدك، ولا شهادة الأخ لأخيه، ولا شهادة الأم شهادة الابن لأبيه. قال: فيشهد بخلاف الحق، فيكون سبب لإيقاع نفسه بالإثم. وذلك كالأصول والفروع والمولى والقانع، المولى الذي هو مولى يعني يكون عبد لهم، المولى يعني يكون من العبيد لهم، فهذا أيضا لا تقبل شهادته. والقانع لأهل البيت، القانع هو القانع والمعتر، وأطعمه القانع والمعتر، القانع هو الذي يسأل الناس ولا يعني يتعفف، لا يسأل الناس ليتعفف، لكن يسأل الناس. هذا القانع لأهل بيت، يعني محتاج لهم، وهم دائما هم الذي يعطوه، هذا فيه تهمة. والقانع لأهل البيت، لأهل البيت يعني الذي يكون أهل البيت يحسنون إليه، يعني مثلا فقير، هذا الفقير معروف من الذي يعطيه ومن الذي يكفله، أهل البيت هؤلاء هذا القانع
لو شهد لهم فيه تهمة، لأنهم يحسنون إليه، لأنهم يحسنون إليه، فهذا فيه تهمة. القانع المقصود به الفقير الذي لم يسأل تعففا وإنما يسأل ولا يتعفف، ومعروف المعتر هو الذي يسأل لحاجته. قال فهؤلاء لا تقبل شهادتهم، انتبه، ولو كانوا عدول في أنفسهم، لأن هنا تهمة جاءت، كلمة تهمة أخرى. قال لا تقبل شهادتهم للمذكورين لأنه محل التهمة. ما هي التهمة؟ أن يحيف وأن إيش؟ يميل إليهم، لأن الإنسان يميل للذي يحسن إليه. قال وتقبل عليهم لأنه محل التهمة، وتقبل عليهم. قال ومثل ذلك الزوجان والسيد مع مكاتبه أو عتيقه. الزوجان أيضا، الزوج لزوجته، وهذه أيضا لا تقبل الشهادة. لماذا؟ لأن هناك تهمة قد يشهد لها. قال ومن الناس من هو بعكس هؤلاء. الآن أناس أحسن إليهم، فهذه تهمة للقرابة للإحسان. هناك عكس، وهي العداوة. أنت تعلم أن فلان عدو لفلان، فلا تقبل شهادة العدو على عدوه. شخص مثلا يبغضه شخص آخر، أنا أعرف أن هذا يبغض هذا، ما نقبل شهادة هذا على هذا. قال ومن الناس من هو بعكس هؤلاء. وهذا يا أخوة كمال الدين، هذا من كمال الدين أنه يراعي هذه الأمور ويسد هذه الذرائع، نعم الذريعة. قال كالعدو الذي في قلبه غمر. ما هو الغمر؟ يعني الحقد، الغل في قلبه، غل عنده حقد على فلان، فيأتي يشهد عليه، فهذا لا يقبل. ولذلك لا تقبل رواية أو كلام الرافضة في الصحابة. لماذا؟ لأن في قلوبهم غل على الصحابة. قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الغل الحقد، ما يجوز أن يكون في قلب الغل. طيب لو قال شخص كيف أستطيع أن لا يكون في قلبي غل على الصحابة؟ نقول له بأمرين. الأمر الأول، وفي الآية نفسها، الأمر الأول أن تترضى عنهم. قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذا تترضى عنهم وتذكرهم بخير، إذا تمسك لسانك. سلامة اللسان، سلامة اللسان، وليس فقط أنه مثلا ما يقول خلاص أنا الصحابة ما ترضى عنهم ولا أقدح فيهم، لا، لا بد أن يترضى عنهم، ولا بد أن يحبهم، ولا بد أن يذكرهم بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك فقد ضل السبيل. من ذكر الصحابة بخير فإن قلبه يصلح، قلبك يصلح إذا لسانك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. نعم. قال على خير، فهذا إن شهد له. ثم قال كالعدو الذي في قلبه غمر، أي غل على أخيه، فهذا إن شهد له قبلت شهادته. لو العدو شهد لصاحبه، لهذا عدوه، فهذا يقبل. لماذا؟ لأنه عدو. قالوا ويقال والحق ما شهدت به الأعداء، والحق ما شهدت به الأعداء. لو عدوك مدحك أو مدح شخص أو أثنى عليه خيرا أو شهد له، فإن هذه الشهادة عظيمة. ولكن لو شهد عليك فإن لا تقبل. ولذلك يقول قال فهذا إن شهد له قبلت شهادته، لأنه ليس مكان تهمة. قال وإن شهد على عدوه لم تقبل، لأنه مكان تهمة، لأن العداوة تحمل غالبا على الإضرار بالعدو، لأنه يريد يضر عدوه، يريد أن يضر عدوه. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائن ولا مجلود حدا. مجلود حد، سواء في خمر أو في يعني في قذف المحصنات الغافلات، لكن هذا في من لم يتب، هذا في من لم يتب. أما الذي تاب
إن من تاب تاب الله عليه. ولذلك يعني كما مر معنا في الآية وكذلك في قوله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فإيش فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا منهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا. ها نعم أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فهذه استثناء من الذين لم يتوبوا. فإذا المقصود هنا ولا مجلود حدا يعني ولم يتوب. فهذا هو المقصود. وهذا أيضا في الآية الأخرى إذا ذكرنا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. فالذي من تاب تاب الله عليه. قال ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع مع أهل البيت. ما هو الظنين؟ الظنين هو المتهم. وهذه التهمة التي ذكرناها تهمة إحسان أو تهمة عداوة. طيب ما الفرق بين ظنين وظنين بالعصا وبدون عصا؟ ها بالعصا وبدون عصا. وما هو على الغيب بالظنين؟ ضاد أخت الصاد. ما معناها ظنين هناك وظنين؟ ظنين يعني بخيل. وما هو على الغيب بظنين يعني ببخيل، يعني من بيان الحق وبيان الوحي للناس. وبالضاد التي هي العصا بالضاد هذه متهم، ولذلك فيها قراءتان. هذه الآية فيها قراءتين، وما هو على الغيب بظنين وما هو على الغيب بظنين، يعني ليس هو بمتهم صلى الله عليه وسلم وليس هو ببخيل، ليس هو متهم وليس هو بخيل أيضا. وقراءة المعروفة يعني قراءة حفص الذي هو بالضاد أخت الصاد. قال ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع مع أهل البيت. وأيضا أنبه على أن أيضا ممن يعني يذكر بباب الشهادة العلماء هم شهود على هذا الدين، هم شهود على هذا الدين. قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن العلماء شهود، والشهود هؤلاء لا بد أن يكونوا مؤتمنين. العالم أيضا لا بد أن يكون مؤتمن. كيف نعرف العالم المؤتمن؟ قال الله عز وجل اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ما يتأكل بدعوته، لا يدعو إلى حزبه، لا يدعو إلى نفسه، وكذلك هو مهتدي. إذا رأيت الهداية، رأيته صاحب سنة، رأيته ما هو يعني مستهزئ بالسنة ويسمي نفسه شيخ، وتجده يستهزئ بالدين ويستهزئ بالسنة. إذن هذا ليس منهم. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ولذلك لما قيل لابن سيرين رحمه الله تعالى قالوا له الخوارج اخرج معنا يا ابن سيرين قاتل معنا، فإذا رأيتنا على باطل ارجع. قال والله لو أن لي نفسين لأرسلت نفسا معكم، فإذا هلكت اتعدت بالأخرى، إنما هي نفس واحدة والله لا أغرر بها، هي نفس واحدة، كيف أنا أتعب؟ أنا لو أرسلت الآن نفس وهلكت أقول والله ما في مشكلة، النفس الثانية يعني تتعب، لكن هي نفس واحدة. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم إذا مر به أهل البدع ويريد أن ينقل عليهم شيء يدخلون أصابعهم في أذانهم، ما يضر. لماذا؟ حتى قيل لبعض السلف لماذا؟ قال أخشى، ومن المرسلين أخشى أن تدخل كلمة إلى قلبي فتجلجل فيه، فمتى تخرج؟ ما يدري. الشبهة خطافة والقلب ضعيف. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الشهوات ومن الشبهات، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت
نستغفرك ونتوب إليك.